بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد آية تاني من سفر الجامعة، والحقيقة كل آية في سفر الجامعة عاوزة موضوع، بس ده محتاج سنتين دراسة، إنما إحنا بنلقط شوية حاجات. في جامعة 9 في آية جميلة تقول: كل ما تجد يدك لتفعله فافعله بقوتك. كل ما تجد يدك لتفعله فافعله بقوتك. الآية معناها ببساطة: اللي تقدر تعمله اعمله بذمة، كل اللي تقدر تعمله في أي وقت اعمله بذمة. تعالوا نعيش مع الآية دي شوية، لأنها ممكن تغير صدقوني في مواقفنا وحياتنا حاجات كتير أوي. نقرأ النص الأول في جامعة 9 عدد 10 و11، يقول: كل ما تجد يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا في حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. طبعا هو كان عهد قديم، خلي بالكم في العهد القديم حتى لو كان الواحد ماشي كويس الفردوس ما تفتحش، فعاوز يقول له إيه؟ اللي تقدر تعمله كويس اعمله، أنت كده كده ماشي، مش مفيش حاجة تتعمل بعد كده، فاللي تلحق تعمله اعمله. يبقى أول فلسفة في الحتة دي إيه؟ أنت رايح مكان ما فيهوش شغل، اللي عاوز يشتغل يشتغل دلوقتي، اللي عاوز يصلي يصلي دلوقتي، اللي عاوز يعمل خير يلحق يعمل الخير دلوقتي، لأنه لا اختراع ولا معرفة، يعني مفيش علم جديد هنضاف، ولا تقدر تخترع فكرة حلوة تخدم بيها نفسك أو الناس، ولا عمل طيب تعمله، ولا حكمة هتاخدها في الهوى التي أنت ذاهب إليها. فعدت ورأيت، هو بيقول بقى عمال طول الوقت يتأمل تحت الشمس، أن السعي ليس للخفيف. عارفين معناه إيه؟ يعني في واحد خفيف وفي عز شبابه إنما للأسف مش بيسعى كويس، وفي واحد كبير وبيجر رجليه جر بس ما في دقيقة بتروح منه، وبيستغل وقته وطاقته اللي على قده أفضل استغلال. فبيقول: أنا قعدت أتأمل في الدنيا دي، قلت السعي ليس للخفيف. السعي يعني الجدية والاجتهاد، والطبيعي تبقى للخفيف. الخفيف يعني الشاب مثلا، قال لا صدقوني طلعت مش واقفة عند شاب خفيف، مش شرط، إنما اللي يؤمن بالحكمة دي هو اللي يسعى. لكن ليس السعي للخفيف مقصود بها، ما تفترضش إن كل مثلا عجوز أو مريض لا يسعى وكل شاب بنشاطه هيسعى في شغل ربنا، لا، مش دايما السعي للخفيف. ولا الحرب للأقوياء. يعني ايه؟ اوعى تفتكر ان واحد قوي روحيا مثلا في الصورة يبقى هو ده اللي داخل في حرب مع الشيطان جنب، ده ممكن يكون واحد لسه بيبتدي سكته مع ربنا واخد الحرب جد. يعني ايه؟ الموضوع ملوش معيار واحد. ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء، ولا النعمة لذوي المعرفة، لأن الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. يعني ايه؟ يعني مش دايما المتوقعات ماشية سليمة في الموضوعات. الواحد يتصور ان الحكيم كله حكمة، وتلاقي الحكيم في الدنيا دي يقع في وقعات ما يقعش فيها الجاهل، وتلاقي واحد مثلا ايه يعني ما عنده معرفة كبيرة قوي انما برضو بيلخبط وبيعك. يعني إذن ليست النعمة لذوي المعرفة، ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء. يعني إنما الغرض إيه؟ ارجع للآية اللي قبلها تفهمها: كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك. ما تقعدش تقول لما يبقى عندي قوة أعمل، لا، اعمل اللي تقدر عليه دلوقتي أفضل ما يمكن. دي اللي هنعيش معاها النص ساعة دي. نفس المعنى ده قاله يعقوب في رسالته إصحاح 4، يقول إيه؟ من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطير. بص أديكوا فكرة يا جماعة، يعني قريب كان في حد مريض وقعدت أؤجل كام يوم الحقيقة، أقول طب هروح بكرة هروح بكرة، وبعدين راح السماء. فأنا حسيت قوي بالآية دي، أنا خسرت، هو ما خسرش بس أنا خسرت، خسرت حاجة حلوة قوي إن أنا أخد بركته وهو مريض قبل ما يمشي. لاني قعدت اجل بحجج يعني خدمات، بس يعني انا كده خسرت. فاللي عاوز اقوله
من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ذلك خطية له. افتكر أنه فرص الخير بتيجي وما بتجيش تاني، وكل حاجة حلوة في الدنيا دي ممكن تيجي وتمشي، ولو ما لحقتش تستفيد منها أو تعملها اليوم اللي بيمشي ما بيرجعش. فتاني الآية بتقول كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك. الحاجة اللي تيجي تحت إيدك امسكها استغلها، لأنك ما تعرفش هتلاقي فرصة تاني للخير ولا لا، هتلاقي فرصة تاني للصلاة ولا لا، هتلاقي فرصة تاني للتوبة ولا لا. كل ما تجد يدك لتفعله اعمله بقوتك. أول حاجة ما تجد يدك، يعني إيه ما تجد يدك؟ يعني صدقوني إحنا بنفكر بطريقة أرضية شوية. مثلا دي في الدنيا يعني فرصة شغل مثلا، أو فرصة نجاح، أو يقول لك مش عارف جاله اللوترية فهيسافر بره. زي ما الدنيا فيها مكاسب وصفقات ومفاجآت سارة وحاجات كده لقط، الحياة الروحية كده، الحياة الروحية في لقط كتير. يعني إيه؟ يعني قد يكون شخص روحاني وجات لك فرصة تقعد معاه ما تضيعهاش، يمكن يقول لك حكمة تعيش بيها بقية عمرك. مخسارة القعدة دي، غالية، لأنه دي فرصة، دي لقطة. مثلا عمل خير وانت ايه كسلان شوية، اليوم اللي هيروح منك من عمل الخير ده له رصيد يمكن يزيد عن الملايين بلغة الدنيا. انت اعتبرت ده يوم انا كسلان مش هنزل خدمة، ماشي انت حر، بس انت اليوم ده يمكن تكون ضيعت ملايين وانت مش زريان بلغة الدنيا، في السماء ولا ليها حتى ولا الملايين تسوى. فكل ما تجد يدك، يعني ايه؟ احنا شعرنا قبض الريح، الدنيا دي كل ما تعمل كده تلاقيها هوا، انما الحقيقة في فرص خير او فرص اقتراب من ربنا تعمل كده تمسكها، فانا امسك فيها. لو لقيت فرصة ما تسيبهاش، فرصة مثلا خلوة ما تسيبهاش، فرصة اجتماع ما تسيبهاش، فرصة عظة ما تسيبهاش، فرصة صلاة ما تسيبهاش، فرصة زيارة مريض ما تسيبهاش. خليك تفكر بنصاحة البزنس مان، بس لغتنا غير لغتهم، او اللي بنمسكه غير اللي بيمسكوه. هما انجح بزنس مان هو اللي بيفكر في الفرص، هو اللي يعرف ينتهز الفرص ويقول لك الحياة دي فرص، الحياة دي مواقف، الفرصة تيجي لو ما استغلتهاش خسرت كتير قوي. الحياة الروحية كده، بس ليها مجالاتها التانية. آية جميلة تقول لك المعنى ده، تقول ايه؟ لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. تمشي مع المعنى ولا لا؟ جالك واحد يقول لك عاوز حاجة، تقول له طب بكرة؟ بكرة ليه؟ هو انت ما عندكش؟ بكرة ليه؟ هو انت عارف بكرة جاي ولا لا؟ بكرة ده يا هو مشي يا انت مشيت يا الظروف ما سمحتش. بدل عندك، يعني عندك الفرصة انك تديله، ليه اجلت البكرة؟ هتلاحظوا ان في حاجات كتيرة تؤجل بدون سبب واضح او بدون دافع حقيقي، مع انها حاجة كويس. لا تقل لصاحبك اذهب وعد، فوت علينا بكرة يعني، فأعطيك غدا وموجود عندك، لانه انت كده خسرت. طبعا ربنا ممكن يأكله ويستره كل حاجة، انت ضيعت فرصة، لانه خدمة الشخص ده تسوى كتير عند ربنا. آية تاني بنفس المفهوم في جامعة 11 برضه تقول ايه؟ ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أياما كثيرة. الآية بتقول ما تجد يدك فافعله بقوتك. ارمي خبزك على وجه المياه، يعني اعمل الخير وارمي البحر، يعني ما تقعدش تقول ده يستاهل وده ما يستاهلش. وانت بتعمل خير ما تفكرش قوي بالطريقة دي، ساي محتاج حكمة عشان اللي قدامك ما يستغلكش، او ما تديش فلوس لواحد يشرب بيها مخدرات، ماشي احنا فاهمين الحتة دي، لكن ما تنتظرش المقابل، ما تنتظرش الشكرانية، ما تنتظرش المجاملة. ارمي، ارمي بدل عندك على وجه المياه. هنا يعني ايه؟ انت عارف ان المياه هتاخدها وتروح،
ما انتش مستني هترد عليك، انما تفاجأ بعد ايام كثيره انها ما راحتش عند ربنا، يجوز شايلها لك. ايوه طبعا، طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، شايلها لك ربنا وانت تكون نسيتها بس هو شايلها لك، او الناس شالتها لك. يمكن الناس ما تقدرش وبعد سنين تلاقيها مقدر، ويمكن مش الناس دول اللي يقدر، يمكن اللي خدمتهم وتعبت معاهم ما قدروكش، ويمكن يعني داسوا عليك وعابوا فيك كمان. تفاجأ ان ولادك في ناس واقفين لهم بيعملوا لهم خير بلا مقابل، فتقول انا حاسس ان الخبزة اللي رميتها على المية رجعالي بعد 40 سنة في ولادي، كنت بعمل خير للناس ولا قدروا، انما النهاردة في ناس بتعمل خير مع ولادي انا مش عارف بيعملوا ليه، ولا كانوا يعرفونا ولا خدمناهم ولا جملناهم ولا، انما بيعملوا معنا الخير. تجدوا بعد ايام كثيرة، يبقى تأكد ان هنا في مكسب مضمون، مكسب مضمون من فرص الخير. كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك. انا بعيد الايات عشان نحفظ قاعدة ثالثة او فكرة ثالثة ماشية مع نفس الموضوع، يقولها بولس الرسول، يقول هذا وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. يعني ايه؟ بص، انت اللي بتحدد عاوز ربنا والناس يعملوك ازاي. هتدي بسخاء ربنا والناس هيردوا بسخاء، مش لازم نوع الناس دول بس بقية الناس، انما ربنا اللي يعامله بالبركة يعامله بالبركة مضاعفة، يقطر هيقطر. فشوف انت عاوز تتعامل ازاي، انت اللي بتكسب، انت اللي بتكسب. واحد حاطط مثلا 10 جنيه في السوق كبير ويكسب 10 جنيه، انما واحد حاطط 1000 جنيه يمكن يكسب 10,000. فهنا البزنس بتاعنا محتاج تبقى سخي، بلاش الشح، ما تصليش بالقطارة، هتاخد بالقطارة شوية سلام شوية تعزية بس بالقطارة. انت شحيح مستني ايه؟ مستني سلام يفوق كل عقل على 5 دقايق صلاة؟ ما انت شحيح، عملت خير وبقيت العشور بتحسبها، ويعني لو قدرت تخنصر هتخنصر ماشي خلاص وماله، ربنا مش هيزعل، هياخد منك العشور وماله، بس هتلاقي الدنيا شحيحة معاك ماشية بالزق. في واحد بيفتح الحنفية على الآخر وبيدي من غير ما يحسب، ويلاقي الدنيا بترد عليه من غير ما تحسب، شغل ربنا كده. كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك، ما تعملش الحاجة ربع ربع نص نص، اعمل الحاجة 100% بالذات مع ربنا. اللي يصلي يصلي، اللي يقرا الانجيل يركز، اللي يخدم يخدم بذمه، لانه هتلاقي الرد كبير قوي. مثلا مثل زي السامري الصالح، كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك. في 3 جالهم فرصه خير، واحد منهم كاهن زي حالاتي، بص على الراجل اللي مجروح في السكه، انتوا عارفين الحكايه، راجل كان نازل من أريحة لأورشليم وضربوه بهدلوه سابوه بين حي وميت. عدى كاهن، وأنا بعترف ككاهن إن إحنا ياما فرص خير بتروح مننا بسبب ادعائنا المشغولية، فرص حلوة بتروح مننا في خدمة ربنا. فالكاهن أكيد كان وراه خدمة، مش هنقول إنه كاهن بطال ولا وحش، هنقول كان وراه ذبايح، كان وراه تعليم، كان وراه حاجة. عدى بصله كده وعد، بس خسر كتير قوي. جه واحد شماس لاوي، ده برضه المفروض شغلته ربنا، بس ما سمعش ربنا، ما خدش باله ان الموقف ده من ربنا، عدى عليه، ما مسكش الموقف، ما مسكش الحالة دي، لم يجدها. كل ما تجد يدك. السامري الصالح برضه وراه مصالح، الراجل ده مش بيتمشى، الراجل ده اكيد مسافر على مأمورية معينة او ايا كان، فمحدش في الدنيا ماشي في سكة سفر تسالي يعني، لكن بيفكر بالطريقة دي. كل ما تجد يدك لتفعله
فلقى فرصة، لا لا الراجل ده بيموت، الراجل ده محتاجني، الراجل ده ممكن اكسب فيه ثواب بلغة الدنيا، طب وماله؟ وقف بقى مصالحه، وقف تفكيره ونسي وادى دماغه للراجل ده، وابتدى يطلع الزيت ويطلع الخمرة، الخمرة ده انتيسبتك يعني مطهر كده، وطلعوا على الحمارة بتاعته وخدوا على الأوتيل المستشفى يعني، وطلع دينارين طب ومشوارك ورغباتك وأهداف اليوم ده إيه وجدول اليوم ده إيه؟ لا جدول اليوم ممكن يتأجل، إنما دي فرصة ما تتأجلش، لأن السامري الصالح ده هو ده اللي شبه المسيح، هو ده اللي هيدخل السماء. كل ما تجد يدك افعله بكل قوتك. برضه اقول لكم حاجه، ساعات انا او انتم نقوم نيجي جنب الراجل ده ونطبطب ونقول له يا حرام ربنا معاك، طب بص هديك بق ميه باذن الله حد وراي عربيه اسعاف تيجي ولا حاجه، فاعمل الحاجه ايه ربع ربع كده يعني، برضه الواحد يخدر ضميره يعني، صح الشعر كاهن برضه، فايه نقول له كلمتين ونريحه كده بكلمتين، وغالبا الراجل هيموت مش مهم، ما يمشيش مع الآية، كل ما تجد يدك لتفعله افعله بكل قوتك. كل قوتك يعني الراجل عمل كل حاجة ومحدش طلب منه ده كله، بس المسيح طالب كل ده، افعله بكل قوتك، ما تستناش حد يطلب منك، في ناس مش هتقدر تطلب، في ناس مش هتقدر تطلب، وانت الحياة دي لقط لقط، الملكوت ده صدقوني يختطف، عارفين يختطف دي أحد معانيها الحتة دي، لما يقول ملكوت السماوات يغتصب، يغتصب يعني الملكوت ده زي لقطة لو ضاعت منك مش هترجع، فالحياة مجموعة من اللقط والفرص تخطفها خطف، لأنها لو راحت مش هترجع، لو المشوار ده عدى مش هيرجع تاني، لو رجعت بعد ساعتين الراجل ده يكون مات، يكون حد تاني خدمه، إنما تبقى فرصتك راحت. افعله بقوتك. بعد كده يقول إيه؟ كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك. بقوتك بقى معناه إيه؟ ما تستخسرش مجهودك في أي فعل خير. وتاني بقول فعل الخير يا جماعة مش بس عمل رحمة، لا، فعل الخير كل حاجة ربنا طالبها منك. وقفة الصلاة افعله بقوتك، ما تستخسرش وتقول هصلي وانا قاعد، انت لسه عندك رجلين تقف، لسه ما تسيبش مخك يسرح تقول ما انا مصدع، لسه عندك قدرة تحارب تحاول، ما تقولش مش مهم القداس بكرة، محدش عارف بعد بكرة جاي ولا لا، بدل ده قداسك روح. افعله بقوتك، لما تروح روح بدري، ما تحسبش على نفسك قداس وانت داخل في اخره، افعله بقوتك، اعمل الحاجة الصح بأصولها. يقول من هو الوكيل الأمين الحكيم، بصوا الكلمتين دول يدخلوا السام، كلنا وكلاء، وكلاء يعني ربنا موكلنا على حاجات، على صحتك على عمرك على أولادك على فلوسك على عقلك على حاجات كتير، إنما في شرطين لدخول السام، إنك تكون حكيم يعني تلقط الفرصة، وأمين يعني تعملها بقوتك، تعملها بأصولها، فتبقى وكيل أمين حكيم، استغليت الفرصة صح وعملتها كما يجب، تبقى وكيل أمين حكيم. يقيم سيده على خدمه ويعطيهم العلوفة في حينها، العلوفة اللي هي الميرس يسموها، أو اللي هو الأكل يعني بتاع العبيد، فأنت بتطلعه في ميعاده، فبدل فرصة خير اعملها واعملها بذنب. في كورنثوس الثانية كان في إصحاحين على خدمة القديسين أو خدمة إخوة الرب، بولس الرسول شهد لأهل مكدونيا إن دول عملوا خدمة لإخوة الرب في الجيل الأول من غير ما حد يقول لهم، كانت يعني قمة في القدوة والنجاح. قال إيه؟ الناس دول سمعوا عن مجاعة في أورشليم من غير ما حد يطلب منهم، ابتدوا يجمعوا مع الناس دول فقراء، ناس فقراء بس سامعين ان اخواتهم في اورشليم بيجوعوا، فبداوا يطلعوا من عندهم
فقال أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء نفوسهم. يعني ما حدش قال لهم يا جماعة ليكوا ناس غلابة ما أنتوا كمان غلابة فمش قادرين يتكلموا، هيقولوا لهم جمعوا ما كله غلابة في بعض. إنما هما مجرد ما سمعوا في ناس بتموت من الجوع طلعوا حسب الطاقة وفوق الطاقة بشهادة بولس، وقال من تلقاء أنفسهم. لا كنيسة نبهت ولا واحد عمال يلف بإيصالات، من تلقاء أنفسهم وفوق الطاقة، لدرجة قال في النص ده لدرجة افتقروا، يعني افتقروا من شدة سخائهم من كتر مادوا زيادة. ايه ده؟ افعله بكل قوتك. طبعا دي عند ربنا ايه بقى؟ من يزرع بالبركات البركات يحصد. حاجة كبيرة قوي، دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا، غير العشور وغير الحاجات التانية. ربنا يسوع له المجد. اقول لكم حاجة يعني شغلتني شوية، الناس كلها بتجري بس في ناس بتجري كده وفي ناس بتجري عكس السك. احنا كلنا بنجري في سبق، بس اغلب الناس بتجري عكس اتجاه السبق. تصوروا معايا مثلا ماراثون وتلاقي واحد نزل وبيجري عكس الناس، كلنا نقول عليه ايه؟ مجنون، مش كده؟ احنا عايشين في عالم مجانين. صدقوني ربنا يسوع بيقول السما كده يا جماعة، السما كده، تلاقي كل الناس داخلة عليه كده وعشان هم رايحين جهنم، فكله بيجري عكس السكة، بس كله بيجري، بيجري ورا الفلوس، بيجري ورا الكرامة، بيجري ورا الراحة، بيجري ورا الشهوات، بيجري، بس كله بيجري، واللي مش بيجري بصحته بيجري في دماغه، مخه مش راضي يسكت. فالقضية انت لازم تغير اتجاهك، لان هنا مثلا بعد اللقمة دخله الشيطان، ده مين ده؟ يهوذا. فقال له يسوع ما انت تعمله اعمله باكثر سرعة. شوفوا التلاميذ الابرياء فهموها ايه؟ يعني اشتغل بذمة في الخدمة، اجري في الخدمة، روح اصرف فلوس الفقر على العيد، مش كده؟ اعمل خدمتك بأكثر سرعة. أتاري الجدع ده كان بيعمل ايه؟ بأكثر سرعة رايح يبيع المسيح. فاهمين الفكرة؟ بأكثر سرعة اعمله بقوتك. الناس بتجري كلها واحنا بنجري، بس كل شوية الواحد عاوز يسأل نفسه انا بجري في انهي اتجاه؟ المسيح بيقول لي كده وانا داخل عليه مطنش كده وماشي العكس، ولا انا ماشي وراه؟ بولس الرسول يقول اركضوا، اجروا، ما تمشوش، اجروا لكي تنالوا، اجروا، خدوها جري. جري يعني ايه؟ اليوم خسارة يمشي، خسارة اليوم يعدي من غير صلاة، من غير خير، من غير وعظة، من غير انجيل، من غير سؤال على حد، من غير فعل خير، خسارة. اليوم ده هتعوضه ازاي؟ فاجري، خدها جري، لان كل ده رصيد، رصيد ليك، يا اما رصيد شوية فلوس تسيبهم وتمشي، يا اما رصيد كنوز في السماء هتروح لها، انت اللي هتروح لها بعد كده. هنا نتكلم عن الفرص الضائعة. كل ما تجد يدك لتفعله اعمله باكثر قوة او بكل قوتك، تعبير يسوع ربنا له المجد، باكثر سرعة. اول حاجة فرصة خلوة، فرصة خلوة. انا شفت في حياتي اباء وخدام بيهربوا للخلوة. يعني ايه؟ يعني يبقى وراه حاجات كتير قوي، انما من احساسه بقيمة الخلوة انه يقعد مع ربنا هادي بيعملها بشكل مش عادي. يعني مثلا اذكر مش فاكر كان حد من الاباء الاساقفة الحلوين وحد موصله، يعني فاول ما ركب العربية ومعاد صعب قوي المفروض ينام في العربية يعني لانه يكمل نومه وملحقش ينام ساعتين ثلاثة، فابتدى التاني يحكي معاه قال له معلش عاوز اقعد شوية هادي، وخد السكة كلها بيكلم ربنا ثلاث اربع ساعات، لكن حاسس انه فاته خلوة بقاله مدة ما عادش مع ربنا، مدة دي يعني يوم مثلا ولا يومين، فرصة خلوة. طب ده سفر، خلينا نضيع وقت، يعني لا نضيع وقت، مفيش حاجة اسمها نضيع وقت، وربنا احنا بنلاقي له الوقت. يعني هل الواحد فيهم بيفكر كده؟ فرصة اقعد مع ربنا،
فرص، في فرص ضائعة. ما يمكن القعدة دي تعمل فيك حاجات كتير قوي، ما يمكن الساعتين دول يغيروا كيانك كله. انت بتنسى انه ممكن تتغير بإيد ربنا بغير ما تتوقع خالص، بس في فرص كتيرة ضايعة قوي. اللي بقى بيموت الوقت قدام التلفزيون وفي الحكاوي، فرص ضائعة. فرصة خدمة، ما أكثر فرص الخدمة اللي بتروح. في فرص خدمة بتروح مننا كتير قوي. انت لما تسمع عن حد تعبان، دي فرصة خدمة. لو ما قدرتش تزوره كلمه، لو ما قدرتش تكلمه صلي له. دي فرصة خدمة، فرصة. يا خدت عملت بيها رصيد وكنز في السماء يضاع عليك. دي أعلى من البورصة بكتير الفرص دي. واحد مريض تروح ما رحتلوش، كلمه ما كلمتوش، صلي له، ما عملتش حاجة، مؤاخذة مغفل. ما انت ضيعت صفقة، هتعرف هتجيلك امتى تاني. فرصة بركة، بركة يعني ايه؟ مكان حلو، شخص حلو، بركة، أي نوع من أنواع البركة. طب دي فرص، ليه تضيعها؟ تعرفين التعبير اللي اتعلمناه احنا الآباء، لما حد مثلا يقول حاجة على الخدمة يقول لك خدت بركة. هي فعلا كده، أنا لما بخدم باخد بركة، أنا مش بخسر حاجة، أنا باخد. وأي حد فيكم بيخدم يقول لك خدت بركة. طبعا تعبناك يا فلان، خدت بركة، ربنا عوضك يا فلان على الفلوس دي، خدت بركة. أنا خدت، ما أنا مديتش، أنا اللي كسبت. هو ده المفهوم الروحي الصح. كم من الفرص بيضيع في عمرنا وربنا عمال يطول في العمر عشان الحتة دي، عشان نحوش. بس كام واحد مدرك؟ كل ما تجد يدك لتفعله اعمله بقوتك، اعمله بأقصى ما عندك. خليك سامري صالح، تكسب بقى نمر عالية قوي. ده بيسموه ساعات في لغة القديسين أمانة اللحظة. يعني ايه؟ عارفين ايه اللي بيهدر العمر زيادة ويخلينا عمالين نضيع في فرص؟ لا مؤاخذة يعني، ان مخي ومخكم مش مركز خالص. فواحد زي الكاهن اللي كان ماشي ده، مخه في اللي جاي، هيروح الهيكل مثلا وهيقدم ذبيحة وبتاع، فلأنه مخه مدوش في الساعة اللي جاية راحت منه الساعة دي. اللاوي ماشي عمال يفكر في امبارح، اتخانق مع مراته مثلا ولا مع اخوه، فلأنه ماشي مدوش بامبارح راحت منه الساعة دي. اغلب الناس يا مدوشة في بكرة يا مدوشة في امبارح، فتلاقي ايه؟ كل الفرص عمالة تروح، لأنه ما خدش باله من الفرص، ما لقطهاش، عدت، لأنه مخه اوكيوبايد، مشغول. يا بكرة هيحصل ايه؟ يا امبارح حصل ايه؟ الحياة لا بكرة في ايدك ولا امبارح في ايدك، خلص. بكرة له رب وامبارح له رب، خليك في النهارده. فاهمين المعنى؟ ده اللي بيسموه أمانة اللحظة، يعني خليك اونست في اللحظة دي بس، انت ما تملكش غيرها دلوقتي. المفروض يتعمل ايه؟ اعمله بقوتك. لو عشت بالفلسفة دي تلاقي مخك رايق، وتلاقي نفسك انجازاتك كتير قوي، وتلاقي رصيدك عمال ينط بشغل تمام، لان مفيش فرصة بتروح، مفيش فرصة بتقع، لانك مركز طول الوقت. مركز دلوقتي صلاة ولا انجيل ولا كلمة حلوة للناس ولا خدمة ولا سؤال على حد ولا راحة عشان تكمل بقية يومك وماله، بس مفيش حاجة بتروح. اسمها أمانة اللحظة. احذر من حسرة الماضي واحذر من قلق المستقبل. أكتر حاجتين ضيعوا عمر الناس، التحسر على الماضي والقلق على المستقبل. كارثة البشرية كلها، والشيطان فنان في الحتة دي. الشيطان فظيع في الحتة دي، يقعد يقلب لك من أيام الطفولة، ما عندوش مشاكل، ويجيب لك المشاكل. مشكلة خدت ساعة، تاخد منك سنين في دماغك. ورانا ايه؟ وبكره لسه ما حصلش، وما تعرفش حتى هتعيش بكره ولا مش هتعيش، انما يقعد يلهيك في بكره، اللي هو اساسا لسه وهم. يعني انت ما تعرفش بكره ده موجود اساسا ولا مش موجود في الرصيد. فاحذر من، حاول تراقب دماغك قد ايه منها بيروح في امبارح وقد ايه بيروح في بكره. واغلب امبارح وبكره ضايع، وقت ضايع اغلب.
عارف العلاج الجذري هنا ايه؟ تشكر على امبارح وتشكر على بكره، او تشكر على امبارح وتسلم بكره. كل ما تيجي حاجه امبارح اشكرك يا رب انه عدى، عدى بحلو وبمر وعدى وخلاص. بكره بتاعك يا رب، بكره ده مش بتاعي، خلينا في النهارده، خلينا اعيش دلوقتي، واللي يعيش دلوقتي يعيش مبسوط، لانه بينجح كل يوم، بينجح كل يوم. في ناس مستنية تنجح بكرة، الناس دي مش بتدوق النجاح مع انها ناجحة طول الوقت، بس لانها مستنية تنجح بكرة مش مستطعمة النجاح طول العمر. وفي واحد بيدوق كل يوم نجاح، لما وقف صلى صلوة كويسة حس بنجاح، لما قعد كان لقمة حلوة مع اولاده وحكى نجاح، اتشيفمنت، انجاز، انجاز حلو في الوقت المناسب ليه. عشان كده الانجيل يقول لا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه. سيب بكره لما يجي، خليك امين في بكره، بس ساعتها مش دلوقتي. الغد يهتم فيما لنفسه يعني ايه؟ يعني لما يجي بكره ركز في بكره، بس هيكون ساعتها دلوقتي مش بكره. فاهمانا؟ مش هيبقى بكره، هيبقى دلوقتي. انما دلوقتي ما تسيبوش الروح منك. كل ما تجد يدك، انت لا تملك الا دلوقتي، اعمله بقوتك. نفس المعنى ده اللي قاله الكتاب في كلمة مفتدين الوقت في أفسس 5، يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. الناس بتفدي ايه؟ بتفدي أغلى ما عندها. الإنسان يفدي نفسه أو يفدي عياله، ولو كويس يفدي مراته. أفسس 5 قال كده، قال سلم نفسه لأجلها. يعني إن معناه أن الإنسان كل حاجة ترخص قدام نفسه أو النفوس، كل حاجة، فلوس، عربيات، إنجازات، شهادات، كل ده أرخص من عمرك أو عمر أولادك أو حبايبك. إنما إحنا عاملين العكس يا جماعة، إحنا رخصنا نفسنا قوي وبقينا بندفع من دمنا من عمرنا عشان الفلوس وعشان الإنجازات. قلبنا الموازين ببساطة. ربنا يسوع قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله إيه؟ خسر نفسه. أو ماذا يعطي الإنسان إيه؟ فاكرينها؟ فداء عن نفسه. لو قالوا لك تفدي نفسك بإيه؟ تقول بأي حاجة، خدوا كل حاجة بس نفسي، افرض اديتوني كل حاجة وسبت نفسي يبقى اتضحك عليا طبعا، ما انا ما خدتش حاجه برضه، مش كده؟ ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ نفسك دي عباره عن وقت مش عمر. يبقى مفتدين الوقت، يبقى اغلى ما في الحياه هو شويه الوقت. فانت ابيوزنج الوقت ولا يوزنج الوقت؟ ابيوز انتوا عارفين الاستغلال السيء لحاجه، انما انت بتعمل بتستخدم وقتك ازاي. فالحياة فرص، بس بلغة الدنيا غير لغتنا احنا. احنا فرص نكسب سما ونكسب ناس لربنا. تصور معايا لو كسبت عشرة لربنا ولا لو كسبت 1000، رصيدك في السما لو جبت 10 للمسيح ولا لو جبت 1000. نتكلم في ارقام طبعا واضحة جدا. ولا لو كسبت 10,000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، الحياة التانية ما تفرقش. كسبت 10، كسبت 1,000,000، هتسيبهم كده كده وملهمش اي قيمة بعد ما تسيبهم. لكن كسبت نفوس تفرق معاك الى الابد، مكسب ما يخسرش ابدا. لا تكنزوا كنوزا على الارض، اكنزوا في السماء، حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ. اللي يخلي الواحد يفهم مفتدين الوقت، يبقى الراحة الحقيقية مش هنا، يبقى فعلا خسارة الراحة تبقى هدف. ان الراحة ممكن تبقى بس غصب عنك عشان تكمل، لكن الراحة مش هنا. ودي فلسفة الكتاب. الانجيل بيقول مفيش راحة كده كده على الارض، لو جريت وراها تجري منك، لو حطيتها ورا ظهرك هتجيلك لغاية عندك وتكمل معاك للأبد. فاللي مشغول يريح نفسه قوي عمال يضحك على نفسه، لأنه الأيام شريرة. الأيام شريرة يعني بتضحك على الناس.
الأيام بريئة في ذاتها، لكن من كتر الملايين اللي ضاعوا طلعت الأيام فعلا ضحكت على الناس كلها، كله معشم في بكرة، كله معشم في بكرة، وبكرة ما بيجيش. خليك في النهاردة مش في بكرة. مفتدين الوقت يعني اشتري الوقت بأجمل ما فيه، اللي هي القاعدة اللي ابتدينا بيها، كل ما تجد يدك لتفعله افعله بأكثر قوة. تصور معايا قعدت في حتة وكان في فرصة تتكلم عن ربنا واتكسفت تتكلم، بيحصل كتير. وبعدين بعد أسبوع سمعت إن واحد في القعدة دي ربنا افتكره، هتحس بإيه؟ فرصة راحت، صفقة كبيرة راحت، مين عارف يمكن ربنا كان اشتغل بكلامك الضعيف التعبان وعمل حاجة. ما هو ربنا واعد انه بقوته في الضعف تكمل، هو ربنا افترض انك قوي، قال لك بس قول اي حاجة، ارمي بذرة بس وسيب لنا الباقي. انت قلت ما القعدة مش مناسبة، يعني هيقولوا عليا مدروش، هقلب النكت الى كلام جد مش لذيذة، لذيذة ولا مش لذيذة، والمرحوم دلوقتي هنعمل فيه ايه؟ اهو مش الكلام ده بيحصل يا جماعة كل يوم، فاهمين ازاي؟ كل ما تجد يدك لتفعله افعله بقوتك. بطريقة بولس الرسول يقولها ازاي في فيليب 4، أخيرا أيها الإخوة، شوفوا بقى التعبيرات اللي يقولها دي، كل ما هو حق، لذلك كل ما تجد يدك، أي حاجة حق، حق يعني حاجة صح، كل ما هو جليل، جليل بقى أقول بقى شغل مظبوط، كلام حلو، كلام عن ربنا، قول تسبحة، قول قراية، قول خلوة، قول أي حاجة كويسة، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، مسر يعني سبب سرور لله، حاجة تفرح ربنا، كل ما صيته حسن، ده كله ده أنا بحاول أفسر، كل ما تجد يدك لتفعله، فاهمين؟ لأن واحد يقول يعني ضيقة، لا مش ضيقة، مش ضيقة، المجالات كتير قوي. كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة، إن كان حاجة تستحق المديح، يعني حاجة تجيب كلمة حلوة في حق ربنا، ففي هذه ها افتكروا، خلي دماغك في ده، خلي دماغك في ده، إنك أنت عاوز دماغك مركزة في الحاجات دي، إنما إحنا دماغنا لسه مركزة هكسب كام، هرتاح إمتى، هاكل إيه. في هذه افتكروا كل ما تجد يدك لتفعله. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا، إذا الراجل عايش كده، بولس كان عايش كده، نهاز فرص، كان مسجون وعمالين يتكلموا نيرون والقضية وبتاع، ولقى عبد في الزنزانة اللي جنبه، ساب المحامي وساب القضية وقعد يشتغل على أونسيموس ويقعد يحايل فيه لغاية ما توبه وعمده في الزنزانة، وكان مبسوط قوي. طب والقضية والإعدام مش مهم، مش مهم، عندنا شغل. وبعدين بعد ما يخلص مع أنسيموس يقعد يبعت رسالة لفيليمون ورسالة لفيليب ورسالة لأفسس، ده انت جوه السجن وفي إعدام وانا فاضي أقلق، انا مش فاضي أقلق على الإعدام، يجي إعدام منين ما يجي، خلينا نستغل الوقت. في هذه افتكروا، فهذا فعلوا وإله السلام يكون معكم. يعني حطيتها كده في معنى ساذج، قلت ايه، من ناحية الكلام يا تتكلم مع ربنا يا تتكلم عن ربنا. طبعا في كلام تاني ممكن يتقال، بس هيبقى ارخص من كده، اغلى كلام هو ده، اغلى كلام تقوله، الدقيقة اللي هتوزن في عمرك من ناحية الكلام، اللي قلت لربنا او اتكلمت عن ربنا، دي الدقايق اللي هتتوزن في السماء، تقيلة، ده العمر اللي هيتحسب من ناحية الكلام مبدئيا، مش كل الناس تتكلم، لكن على مستوى الكلام اللي هو بيستهلك ساعات كل يوم، أغلى كلام هو مع ربنا وعن ربنا. من ناحية العمل، أعمال الله أو على الأقل ما تعطلش ربنا، إذا كنت هتشتغل اشتغل شغل ربنا، شغل ربنا ايه؟ صانع السلام، يقول يصنع خيرا، تعمل رحمة، تعمل خير، يجوز ما تلكش في الكلام، طب وما سؤال عن الناس مش وعظ، تعمل مشاريع للفقراء ده مش وعظ، تزور المريض ده مش وعظ، اذا ما كنتش ليك في الكلام وماله،
الأعمال، ما المسيح جه ما كانش بيتكلم كثير. ولو ما عملتش كده ما تعطلش شغل ربنا. في ناس مش تعمل شغل ربنا، بتعطل شغل ربنا بفلسفات بقى وفتاوي. إذا كنت في وضع انتظار لا في كلام ولا في أعمال، ما تستناش من الدنيا حاجة، استنى صوت ربنا أو تشوف ربنا. يعني إيه؟ ربنا كل يوم بيتكلم وبدل المرة مرات. مشكلتنا الأزلية إن إحنا مش مركزين نسمع، إحنا مش مستنيينه. بينما أنت لما الموبايل بيرن على طول حتى لو فيها 50 جنيه، طب ربنا بيرن بقاله كتير، أنا واقف على الباب وأقرع. أفضل وقت هو وضع الانتظار، الوقت اللي أنت مستني ربنا هيقول لك كلمة على فم شخص، من موقف، من آية، من وعظة، وتقول له تكلم يا رب. كده وقت مفيد، كده أنت استغليت الوقت، اعمله بقوتك. ركز ركز، لأن ربنا بيتكلم. ولما تركز مع ربنا اللي بيتكلم هيجي اليوم اللي تشوفه. فأنت مستني تشوفه ولا مش مستني؟ في واحد بينتظر ربنا باهتمام، يقول من محرص الصبح لليل أنتظر الرب. تشدد، تشجع قلبك وانتظر الرب. فهنا الانتظار نفسه في نوع من الجدية، أنا قربت أخلص بجد. لا تؤجل، أنا بكمل بس الآية، آخر سلايد. يعني كانت الشعار إيه؟ كل ما تجد يدك لتعمله اعمله بقوتك. يبقى أرجوكم بلاش التأجيل، التأجيل ضيع علينا فرص كتير قوي، وممكن يضيع الأبدية، ممكن يضيع الأبدية. ابتدينا بالآية بتاعت إيه؟ ما يجيلكش صاحبك يطلب طلب ويكون عندك وتقول له إيه فوت علينا بكرة، أوعى تعمل دي. ما تأجلش، ما تبقاش النهاردة في فرصة تصلي تقول طب أصلي بكرة، لا ما تأجلش. لأن اليوم اللي خلص ما بيتعوضش، مالوش تعويض لو دفعت مليارات. فلا تؤجل شيء، الفرصة اللي تلاقيها تعملها اعملها. طبعا في اعتدال، مش لدرجة تقع من طولك، بس ايه، بس خلي الشعار ده واضح قصادك. لأنك لو أجلت، سؤال ساذج عارفين إجابته، هل تضمن أن غدا يأتي؟ سؤال تاني ساذج وعارفين إجابته، هل تضمن أن غدا تقدر؟ يعني النهاردة ربنا مديك خير تعمل بيه خير، طب افرض بكرة اتزنقت وما بقتش قادر تعمل الخير، راحت الفرصة برضو. بكرة يمكن يجي او ما يجيش، ساعات بكرة يبقى فيه ولا ما فيش، ما هو برضو النهاردة فيه يبقى خير، الحق. الغد يهتم فيما لا نفسه، يعني ايه؟ بكرة له شغله، بكرة له بلانه عند ربنا، له خطته. ربنا من كل يوم من عمرنا كان له خطة، ازاي تستفيد من هذا اليوم افضل استفادة، ازاي تعمل ربحية، اعلى ربحية من اليوم ده، من النهاردة. تصوروا بقى يوم تاخد منه 1% من الخطة، يوم تطلع ب3%، يوم تجيب زيرو، يوم تنزل بالماينس. وربنا حاطط خطة لكل يوم ولكل ساعة، لانه انت بالنسبة له اغلى واحد، عاوزك تكسب على طول وتكسب 100%. بس انت بتحقق ارباح تعبانة جدا بسبب التأجيل. ما تجد يدك لتعمله اعمله بقوتك. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين.